السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، اشترينا كرتونة حمام لحم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل للحمام في الشحن. اشترينا الكرتونة دي، كرتونة حمام لحم. الحمد لله، هما 3 زغاليل، كانوا 3 زغاليل معتمدين على نفسهم. الحكاية ان الكرتونة دي اللي فيها 3 زغاليل انا وجدت على الجروبات اللي هي على الفيسبوك اشخاص كتير بيعرضوا طبعا حمام لحم، فانا دخلت لقيت دول 3 زغاليل. فانا عشان الكمية قليلة اتفقت مع صاحب البائع، يعني صاحب الزغاليل، قلت له هتبعت لي الشحن، فهو وافق. تعالوا الاول نشوف ايه اللي حصل للزغاليل في الشحن. الاول يا جماعة، دي الكرتونة اللي هو باعت فيها الزغاليل. تعالوا نشوف الفتحات اللي هو حضرتهم فتحها. طبعا فتحات ضيقة جدا وقليلة جدا، دي مش فتحات حمام يا جماعة، محدش يشحن الحمام بالفتحات دي. يعني انا معايا قلم اهو، من ارفع قلم من اقلام الجاف. هنشوف القلم، حتى قربنا للثقب كده هتجد ان هو فتحه وتحس ان هو مسدود ببعض الكرتون قافل نفسه. نشوف اللي بعده اهو، شوف حضرتك الثقب مقفول تاني اهو. طب نشوف فوق الثقوب دي، ازاي الثقب مقفول؟ قربنا شوية، الثقوب اتقفل التاني، هو زقها كده تقريبا بقلم بمسمار فاتقفل التاني. تمام اهو، طبعا هو على بال ما راح للسواق اخد منه الفلوس، مشى ساب السواق، خد الفلوس ومشى. السواق بعد نص ساعة قبل ما يحمل الحمولة بتاعته وهو راجع، عشان ما اكونش كذاب، بيكون 45 دقيقة تقريبا الى ساعة، هنقول قعدت ساعة. الحمام ما يموتش وهو قاعد في الكرتونة ساعة يا جماعة. الحمام لو محطوط في الكرتونة ساعات، يتحمل ساعات السفر. طبعا دي اللي واسعة دي تقريبا والله اعلم السواق عملها بصباعه، قال لي الحمام مات فحاول يوسع، الحمام مات. قلت له خلاص بقى الحمام مات، سيب الكرتونة زي ما هي علشان نوريها لايه، لصاحب الحمام. شوف حضرتك دي سكوب، دي السكوب دي كنا بنعملها زمان لدودة الاز لما كنا بنربيها في الدرج بتاع الاحذية في البيوت، دودة الاز. لكن دي مش فتحات للحمام. طب هنشوف ايه اللي جرى للحمام، نفتح الكرتونة ونشوف. طبعا انا سألت الراجل اللي انا شاري منه اللي اسمه مش مهم نقول اسمه، انا مستعبان عليه الفلوس بتاعت الحمام، لكن انا زعلان على الروح اللي هي بتعمل فيها كده، علشان حضرتك مش عارف اسألني وانا اقول لك هفتح الكرتونة ازاي. لو شفت فيديوهات على اليوتيوب هتلاقي ناس عاملة كتير ازاي تشحن الحمام وازاي تفتح الكراتين. شوفوا الزغاليل ما شاء الله، مش هنعيب في الزغاليل، ما شاء الله صحة وحجم، كانت صحة بيبان من حجمهم. شوفوا الزغاليل، انا اسف طبعا للمنظر، الزغاليل اتخنقت. شوفوا الزغاليل ما شاء الله، حجم ممتاز، حمام اللحم فعلا فعلا اهو. شوفوا العظم بتاع الزغلول، الرجل الحمراء، المواصفات اللي هي الصح في الحمام اللحم. لكن للأسف، للأسف قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. لكن احنا بنعمل الفيديو ده ليه؟ علشان بنعلم الناس، ولعل هو يشوفنا اللي شحن الحمام ويتعلم يشوف ازاي الكرتونة بتتفتح. ده اللي موت الحمام. طبعا هو في البداية لما طلبته بالتليفون السواق، لما قال لي ان الحمام مات، وانا طلبت الراجل اللي باع الحمام قلت له الحمام مات ليه، قال لي يمكن مفيش غير تفسير واحد، يمكن من عين السواق. الاول قال لي ان السواق بدله،
قلت له يعني هو السواق هيبدله، كان اخد معاه حمام ميت وهو رايح من دمياط، هو مش عارف اصلا هيجيب حمام لونه ايه، يعني خد حمام ابيض مكان، وعارف ان انت هتجيب له حمام ابيض عشان يجيب لك حمام ميت مكانه. طبعا الاحتمال ما ينفعش، لان انا ما قلتش للسواق انت هتجيب حمام ايه، سواء انا رايح له فجأة الموقف اللي هو عليه الدور اللي انا ما اعرفوش، سواء من الموقف انا ما اعرفوش من موقف دمياط. رحت للسواق قلت له انت طالع دلوقتي؟ قال لي ايوه انا طالع دلوقتي. قلت له طيب هتلاقي خد رقم التليفون ده واتي الفلوس دي وهتروح وانت في موقف طلخة، انا هكلم الراجل هيجي لك موقف طلخة قبل ما تحمل، يجيب لك 3 حمامات وتقتله الفلوس دي وتجيبهم وتمشي خلاص، على ان هو الراجل جايبهم له. فالراجل سابه له 3 حمامات ومشي، مفيش نص ساعة 3/4 ساعة كلمني قال لي الحمام مات. قلت له ازاي مات ازاي؟ قال لي والله الحمام مات وانا جبت ناس بصت على الحمام، فكل اللي بص على الحمام قال له دي مش فتحات، قال له ان الفتحات دي مش فتحات للحمام، ما ينفعش، دي اللي موتت الحمام. فقلت له هات الكرتونة والحمام ما ترمهمش علشان نصور الكرتونة والناس تشوف وصاحب الحمام كمان يشوف. انا قلت تكون كرتونة منظفات هي اللي خنقت الحمام، لكن واضح ان هي ديت مش عارف احذية بتاعت احذية او حاجة، هي مش راحتها مكتوب عليها اهو شوز تقريبا بتاعت كوتشيات اهو، فيعني ما هيبقاش لها ريحة تخنق الحمام ولا حاجة. دورت في كل الاحتمالات ما لقيتش غير الاحتمال ده، لحد ما الراجل اللي هو باعهم بيعهم لي قال لي يبقى من عين السواق، السواق شافهم واستكتر الفلوس وهو بيديهم لي. فايه العين ايه، ايه الجهل ده يعني، وراجل يعني متعلم ما ينفعش تقول إيه ان من عين السواق. طب ما انت تبص اول على غلطاتك اللي انت عملتها دي. فانا لو ساعة ما شفت الكرتونة اما جالي السواق بالكرتونة تأكدت 1000000%، تأكدت 100% ان العيب في الكرتونة، التفتيح الكرتونة دي، تأكدت 1000000% ان الكرتونة هي اللي موتت الزغاليل. طبعا هو ما كانش قافل السقفية، مش عاملها ببلاستر ولا حاجة، لكن كان قافلها الاربعة على بعض كده مقفلين. طبعا مش كفاية، حتى لو الثقب ده كمان مش كفاية، بس انا حاسس ان الثقب ده الراجل السواق عمل صبغه فيه كده، فتحه كده تقريبا. شوف حضرتك، شوف الثقوب، الفيديو ده انا بعمله برضه للراجل البائع، شوف يعني هو فتح دي ثقوب، والثقوب السادة التاني والله ما عملت فيها حاجة، هي زي ما هي اهي ثقوب واتقفلت، مش كده، مش للدرجة دي، لازم احنا بنعمل، وده قليل جدا حتى لو هي فتحات واسعة. طيب انا هعمل ثقوب عشان اوري للي بيفكر يشحن حمام، برضو نقول له نعمل، يعمل الثقوب ازاي عشان يشوف ازاي بنفتح الكرتونة بأي حاجة عندك، بسكينة، بحاجة أداة زي كده اهو. شوف الثقب اللي هو الضيق ده، هنشوف الثقب اللي هو مقفول خالص ده اهو، اهو شفت الثقب وسع ايه. بص حضرتك تجيب معلقة كده زي دي، معلقة أكل، معلقة أكل زي كده اهي، معلقة أكل، وتتأكد إن المعلقة بتعدي من الثقب، ما تخافش الحمامة مش هتعدي، المعلقة تعدي لكن الحمامة مش هتعدي، يبقى الثقب بتاعك كده ضيق لغاية ما يعدي معلقة زي دي، تعمل حسابك إن الثقب يعدي المعلقة دي، ما تخافش الحمامة مش هتخرج أهو، وتكتر الثقوب، هنيجي تحت كده أهو. كده معلقة كده تعدي تمام اهو، شوف الثقب بقى ازاي، المعلقة اهي بتعدي المعلقة، نقرب بالمنظر ده اهو، انا دخلت المعلقة، شوف الثقوب قد ايه. هتقول لي لا كده كتير، لا ما تخبيش الحمام، انا مش عايزين الحمام يستخبى، بس ما نموتوش، هنكمل ثقوب ونرجع لكم. وكده تكون الثقوب، تكون الثقوب اللي انت بتفتحها او الفتحات اللي انت بتفتحها للحمام، يعدي منها تجيب معلقة كده وتعديها واقفة كده وكده،
تأكد ان هي ما رجعتش تاني، الكرتونة قفلت اهو كده، الكرتونة من بعيد اهو 6 فتحات في الكرتونة مهما يكون فيها لو زغلول واحد، تمام كده ال3 ثقوب. وتعمل كده من كل الجهات. طبعا كفاية كده، انا مش هكتر عن كده عشان وقت الفيديو. مش عارف اقول ايه في الفيديو ده، لكن يلا ربنا يسامحه بقى. طبعا هو انا اقول لكم ايه اللي حصل، انا لما شفت المنظر وشفت الحمام ميت كده بالطريقة دي، انا صممت ان هو يرجع فلوس الحمام. هل انا معايا حق ولا انا مش هتفرق معايا تمن ال3 حمامات؟ الحمد لله، هو قدر الله وما شاء فعل، لكن انا صممت ان هو يرجع لي تمن الحمام علشان هو كان سبب اهماله، هو اللي موت الحمام. هو الحمام بتاعه، لكن حرام، دي روح احنا هنتحاسب عليها، ما كناش قد المسؤولية ما نربيش حمام. طيب في النهاية، انا عارف فيديو حزين، في النهاية اقول لكم لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.